صباح الخير عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وتكونوا في احسن حال يا رب ان شاء الله. طيب دلوقتي انا كميه المسجز اللي بعتت لي يا منى عايزين نتخن، انت بتعملي وصفات بس الناس بتعمل دايت، انا عشان انا كمان عايزه اعمل دايت طول الوقت بس ما فكرتش فعلا الناس اللي عايزه تتخن تعمل ايه. كنت بقعد اقول يبقى اختكم يا جماعه كان نفسي ابقى زيكم ونفسي اتخن كده واكل اللي انا عايزاه، بس طبعا ده تفكير غلط خالص. ليه؟ لان اللي بيبقوا عايزين يتخنوا بحس ان الموضوع ده بيبقى اصعب، لازم يبقوا ماشيين مع دكتور، يعني ما ينفعش تسمعوا النصايح من اي حد، لا خالص. ليه بقى؟ لان انتوا ممكن تتخنوا بس بطريقه غلط، تتخنوا فات، تتخنوا دهون، فتتخنوا جسمكم نفسه ما بيتخنش بس بيطلع لكم بقى بطن، جناب، الكلام ده. فتعالوا معايا اوريكم وصفه حلوه قوي للناس اللي عايزه تتخن. دلوقتي انا هعمل حاجتين، هعمل مشروب وهعمل اكله. اول حاجه المشروب، معانا موز، كل الحاجات دي بتتخن دهون صحيه مش حاجه غلط خالص. موز، شوفان، وبينت باتر، زبده الفول السوداني، ولبن وعسل. ده بالنسبة للمشروب. بالنسبة بقى الأكل، أول حاجة معانا بطاطس يعني مسلوقة نص سلقة كده، ومعانا بضاية وزبدة طبيعية، جبنة مبشورة أي نوع أنتوا عايزينه، ملح وفلفل. تعالوا بقى معايا نبدأ كده ونشوف هنعمل إيه. أول حاجة أنا ممكن أعمل أول حاجة خالص العصير عشان نبقى خلصناه. هجيب الشوفان، بجد يا جماعه الوصفه دي حلوه قوي، وزي ما قلت لكم ما ينفعش تمشوا مع كلام اي حد، ما ينفعش عشان تتخنوا. انا عارفه ناس صحابي كانوا بيعملوا كده، كانوا عشان يتخنوا ياكلوا بقى فاست فود ويحمروا بطاطس محمره وياكلوا فرايد تشيكن ويبهدلوا الدنيا، مع ان هم كده بيتخنوا تخن غلط. هيتخنوا فعلا بس هيتخنوا بطريقه مش صحيه، فهيستفادوا ايه؟ هم كده ما استفادوش اي حاجه، فعشان كده لازم تتابعوا مع دكتور. انا يعني بحس ان الناس اللي بتعمل، الناس اللي عايز تخس، سوري، الناس اللي عايز تتخن دول بيبقوا يعني صعب قوي ان انتوا تعملوا كده لوحدكم. ماشي، انت عايز تخس هتعمل ايه؟ هتقلل كاربز، مش عارفه هتزود بروتين، مش عارفه ايه الكلام ده. لكن الناس اللي عايز تتخن محتاجه تبقى ماشيه مع دكتور، هو اللي يقول لكم تمشوا تعملوا ايه بالظبط، تاكلوا ايه، تشربوا ايه، الكلام ده. هقول لكم شويه نصايح كمان انا عارفاها، عشان انا صحابي في ناس كتير كانت عايزه منهم تتخن، هقول لكم هم كانوا عملوا ايه علشان يعرفوا ان هم يتخنوا. اولا ما تدبوهاش، يعني ما تاكلوش اكله اللي هو تبقوا قايمين منها مش قادرين تتنفسوا. ليه؟ لان الطريقه دي بتخليكم تاكلوا مثلا بعدها باربع ساعات، انتوا كده مش هتتخنوا، بالعكس انتوا عايزين تاكلوا وجبه بعد كده بعدها بساعتين تاكلوا وجبه ثانيه، بعد كده بعدها بساعتين تاخدوا وجبه ثالثه، الكلام ده. ماشي؟ طيب اول حاجه زبده الفول السوداني مع الموز والشوفان، ودلوقتي بقى هنحط ايه؟ العسل واللبن. مشروب حلو قوي، مشروب صحي وحلو قوي قوي قوي. انا بحس ان هو بيسد شويه، بس هيسد شويه مش كتير، وهتلاقوا نفسكم بعد كده جوعتوا تاني. عايز اقول لكم ان في ناس بتعمل المشروب ده ان هو وجبه، يعني هما بياخدوه كده بس. بس دي بقى الناس اللي عايزه تعمل دايت، يعني انتوا لو عايزين تعملوا دايت على فكره تقدروا تشربوا نفس المشروب ده بس لوحده بقى، من غير بقى اكل تاني معاه. نبدا بقى نضرب الكلام ده. ماشي، بس كده نشيله بقى ونبدا نحطه في الكوبايه بتاعتنا. ريحته اصلا مفيده وحلوه قوي، ماشي، عملت لكم نص كوبايه سامحوني. طيب دلوقتي بقى هنعمل وصفه الاكل. هنعمل ايه بقى يا ترى؟ هنجيب الطاسه بتاعتنا وهنحط زيت زيتون. ماشي، هل انتوا عشان المفروض عايزين تتخنوا تعملوا بقى بتحمروا بقى بسمنه وبزبده بقى وتفطروا بقى مع نفسكم علشان انتوا عايزين تتخنوا؟ لا، التخن مش كده خالص، انتوا عايزين تتخنوا تخن صحي. طيب حاجه مهمه قوي 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 كمان الناس اللي عايزه تتخن وهي الرياضه. الناس كتير قوي بتفتكر ان الرياضه ايه، احنا اصلا ما عايزين نتخن فالرياضه دي هتخسسنا. لا بالعكس، الرياضه دي هتخلي جسمكم يحرق الاكل الصح بالطريقه الصح، انتوا كده تبقوا ماشيين كويس قوي. انا عندي صحابي كتير قوي كانوا بيحاولوا ان هم يتخنوا، الرياضه اكتر حاجه فادتهم. الرياضه كمان خلي بالكم بتجوع، انا بشوف كده يعني عن نفسي. فانتوا قبل الرياضه تاكلوا، بعد ما تخلصوا الرياضه تاكلوا برضو تاني، فهتلاقوا جسمكم بيفرق قوي. ومش هتلعبوا بقى اللي هو حاجات اللي بتخسس، لا
انتوا هتلعبوا حاجات معينه، لازم برضه تبقوا ماشيين مع حد فاهم كويس قوي في الجيم، يبقى معاكوا هو اللي يقول لكم تلعبوا ايه، عشان ما تلاقوش نفسكم بتلعبوا حاجات تخسسكم زياده. جبنا بطاطسايه وهنحمرها كده بالطريقه دي او هنشوحها حاجه بسيطه فيها نسبه كارب كويسه قوي، وده اللي احنا محتاجينه. هنخليها كده تاخد لون لذيذ، وممكن نحط عليها كمان شويه ملح وفلفل. طيب بالذات بقى في الخسسان انا عايزه انصحكم نصيحه مهمه قوي، وهي ايه؟ لما تيجوا وانتوا عايزين تتخنوا ارجوكم ما تسمعوش من كلام الناس، عشان كلام الناس وحش قوي. ايه ده انت مين بياكل اكلك في البيت؟ ايه ده انت انت مالك رفيعه كده ليه؟ اذا انت بتلبسي لبس اختك الصغيره؟ انا عارفه ان الكومنتس اللذيذه قوي دي ما تسمعوش من كلام الناس خالص، انتوا بتخسوا عشان نفسكم. مش انا اصلا متلخبطه، انا بقول لكم تخسوا، لا سوري، انتوا بتتخنوا عشان نفسكم. يعني ما تقعدوش تسمعوا من كلام الناس، انت رفيعه عايزه تتخني هيتريقوا، انت العكس، انت تخينه وعايزه تخسي بيتريقوا. فالناس كده كده ما بتسيبش حد في حاله، تنمر ويقعدوا يتريقوا وانت مش عارفه ايه، فما تسمعوش من كلام حد خالص. كل جسم ليه طبيعه مختلفه عن الثاني، فصدقوني احنا مش مخلوقين كلنا زي بعض وشبه بعض، فلا كل حد يعني في ناس مهما تحاول تدخل ما بتعرفش، سيبوها في حالها، ما تتريقوش عليها، ما تتنمروش عليها. فعشان كده بقول لكم المتابعه مع دكتور مهمه قوي، الدكتور هيبقى عارف جسمكم كويس قوي محتاج ايه ويعمله لكم زي ما مظبوط، لكن حد تاني اي كلام بقى، يلا كلي فرايد تشيكن، يلا كلي ما معرفش، كلي براحتك، كلي اي حاجه شوكليت، لا خالص، انت كده بتبوظي جسمك، مش عايزه تتخني. طيب كده البطاطس خلصت، هي بطاطس خفيفه قوي ما فيهاش اي حاجه. وبصوا في نفس الطاسه هحط بيضه، هنحط حتة زبدة على النار، علشان انا بيقابلني مسجز كتير قوي قوي من بنات بتقعد تقول لي انا بنات بتتريق عليا، انا صحابي بيتريقوا عليا ان انا رفيعه قوي، انا نفسي ادخل ومش عارفه اتخن ازاي، طب اعمل ايه؟ طب مش عارفه ايه؟ لا حبيبتي انت مش بتتخني علشان عشان صحابك يشوفوكي حلوه، لا انت بتتخني عشان انت نفسك شكلك يبقى حلو في نظر نفسك، مش عشان الناس. لو عشان الناس فاحنا بقى مش هنخلص بجد. ماشي بيضه كده هنشوحها شويه، نحط عليها شويه من الجبنه، طبعا البيض مهم قوي، ناس كتير قوي ما بتحبوش، بس بجد البيض من اهم الحاجات. ليه؟ لانه نسبه بروتين كويسه قوي، البيض مليان فوائد. يعني انا عشان كده اول حاجه دخلتها لحمزه ابني هو البيض، كان لازم ادخله له، مش مشكله بقى يحبه ما يكرهه يتفه ما بص مهما يعمل، بدخله البيض باشكال مختلفه بجد. ماشي كده شوحنا البيضه، زينها شوية كده بشوية جبنة، فأرجوكوا وانتوا بتخسوا وانتوا بتتخنوا وانتوا بتشتغلوا وانتوا بتعملوا اي حاجة في حياتكم، ما تركزوش على الافكار والكومنت السلبية، عشان دي بتخلينا واحنا بنخس واحنا بنتخن انا كارهة جسمي ومش مبسوطة من جسمي ان انا رفيعة بزيادة، فانا عايزة اخس عشان اتخن عشان اخلص من كومنت الناس. لا انت بتخسي وبتتخني وبترفعي وبتحلوي وكل الكلام ده عشان نفسك مش عشان اي حد تاني، فما تسمعيش من كلام اي حد ارجوكي. طيب دلوقتي معانا الطبق ده، ده بطاطس مسلوقه نص سلقه كده ومتشوحه بزيت زيتون بزبده زي ما انتوا حابين عادي، ومعاها بيضه برده متشوحه عليها جبنه مبشوره ملح وفلفل بس كده. الطبق ده حلو قوي مليان فوائد قد كده، كاربس حلوه قوي مفيده وصحيه. معانا بقى المشروب السحري الخطير ده، زي ما قلت لكم كده المكونات بتاعته حلوه قوي، بيتخن تخن صحي وطعمه تحفه، انا بحبه جدا، ده يعتبر وجبه لوحده. فيا رب وصفه الفطار تكون عجبتكم ان شاء الله، وعشان ما تحتاريش يا ترى هعمل غدا النهارده وتفضلي محتاره بقى طول اليوم وما تلاقيش حد رد عليكي، ف
فقدامك على سكرين هتطلع لك وصفه غدا حلوه قوي 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 تقدري تعمليها علشان ما تحتاريش. خلاص ان شاء الله الوصفه تعجبك والوصفه دي كمان تعجبكم الناس اللي عايزه تدخن، مستنيني في وصفات تانية كتير ان شاء الله.